تحية صباحية تتجدد للجميع، وسعدت كثير من الأسر السودانية في هذا العيد المبارك عيد الأضحى بقدوم كثير من الطيور المهاجرة لقضاء العيد مع أهليهم، مهاجرين ومغتربين كانوا حضورا في هذا العيد تواصلا مع الأهل. سعدت كثير من البيوت بوجودهم بعد انقطاع لسنوات. تحايا نوجهها لهم وتحايا لكل الأسر السودانية، وعودا حميدا للجميع. نتواصل، ما زلنا معكم صباحا عبر BNFM ومباشرة لاستعلامات مطار الخرطوم. نلتقي باعتماد عبد مصطفى. اعتماد، صباح الخير عليك بدءا، وكل عام وانت بخير، ينعاد عليك بالخير والبركة. عليكم السلام والرحمة، وعليك يا رب العالمين، عاد الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمنى والبركة. اللهم آمين. نعرف منك آخر الأخبار، حركة الطيران داخل مطار الخرطوم. إن شاء الله. أعزائي المستمعين المشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل خير. نقدم حركة الطيران اليوم الأحد 25 يوليو للعام 2021. الخطط الجوية اليمنية عدن 632 وصول 9:10 صباحا، تغادر 10:10 صباحا. الخطوط الجوية العربية السعودية جدة 451 وصول 10:10 صباحا، تغادر 11:45 صباحا. شركة فلاينات من جدة 591 وصول 12:40 ظهرا، تغادر 1:30 ظهرا. شركة طيران الإمارات دبي 733 وصول 4:35 مساء، تغادر 6:05 مساء. شركة فلاي دبي من دبي 631 وصول 9:45 مساء، تغادر 10:45 مساء. الشركة العربية طيران أبو ظبي 515 وصول 10:30 مساء، تغادر 11 مساء. الخطوط الجوية القطرية الدوحة 332 وصول 10:25 مساء، تغادر 1 صباح الغد. الخطوط الجوية التركية إسطنبول 680 وصول 11:25 مساء، تغادر 12:25 مساء. الشركة العربية طيران من الشرقة 667 وصول 12:25 مساء، تغادر 11 صباح الغد. الخطوط الجوية العربية السعودية جد 453 وصول 1 صباحا، تغادر 2:30 صباح الغد. الخطوط الجوية الأسيوية أديس أبابا 342 وصول 2:30 صباحا، تغادر 3:30 صباحا. شركة مسا طيران القاهرة 853 وصول 2:15 صباحا، تغادر 3:15 صباحا. الخطوط الجوية العربية السعودية الرياض 457 وصول 4 صباح الغد. شركة فلاينافر الرياض 293 وصول 6:40 صباحا، تغادر 9:30 صباحا. تحلى شركة تاركو بدر، تاركو الطيران من جدة 22:03 وصول 9:30 صباحا. شركة بدر الطيران الرياض 66:71 وصول الساعة 12:50 ظهرا. شركة بدر الطيران جدة 662 تغادر 9 صباحا وصول الساعة 1 ظهرا. شركة بدر الطيران القاهرة 160 تغادر 9 صباحا وصول الساعة 3:30 ظهرا. شركة بدر الطيران الدوحة 681 وصول الساعة 4 مساء. شركة بدر الطيران أديس أبابا 612 تغادر 3 ظهرا وصول 7:30 مساء. شركة تركيا الطيران جدة 22:04 تغادر 3 ظهرا وصول 7 مساء. شركة بدر الطيران جدة 66:60 تغادر 4 مساء وصول الساعة 8 مساء. شركة بدر الطيران أبو ظبي 626 تغادر 12 ظهرا وصول الساعة 9:30 مساء. شركة طارقية الطيران الدوحة 234 تغادر 3:30 ظهرا وصول الساعة 10:40 مساء. شركة بدر الطيران القاهرة 684 تغادر 6:30 مساء وصول 1 صباح الغد. شركة بدر الطيران إسطنبول 690 تغادر 5 مساء وصول 2:30 صباح الغد. شركة طارقية الطيران الدمام 22:08 تغادر 7:30 مساء وصول 3:30 صباح الغد. شركة طرق الطيران القاهرة 112 تغادر الساعة 9:30 مساء وصول 3:30 صباح الغد. شركة بدر الطيران دبي حي رقم 200 تغادر الساعة 10:30 مساء وصول 8 صباح الغد بمشيئة الله. مع تحياتي وتحيات الإدارة العامة مطار الخرطوم. شكرا. شكرا لك كثير اعتماد عبد مصطفى، استعلامات مطار الخرطوم.
شكرا لمن يتابعنا ومنضم لمتابعتنا عبر BNFM صباحا على قناة النيل الأزرق والموجة 91.